اتضايقت لما المعلق الرياضي احمد الطيب قال انه الزمالك بيشجعوا عمرو دياب ومحمد منير انما الاهلي بيشجعوا عبد الباسط حموده وسعد الصغير. لا هو مش ما نصدهاش يعني بال يعني هو عمرو اخونا ومحمد منير اخونا يعني ده يشرفنا وده يشرفنا. ما قالش حاجه جديده يعني. بدليل ان هو مش فاهم حاجه. راجل قال رايه خلاص يعني. يعني هو راجل قال رايه يعني انت شفت انه ده انت حتى قلت اذا كان عمرو دياب الهضبه فانا الوحش يعني. لا عمرو اخ وحبيبنا وصديقنا وبصراحه ما بيطلعش يغلط في حد ولا عمره شفته على اي حاجه اي برنامج. لا هي هنا القضيه وكان اللي الزمالك يعني هنا بيشجعوا نجوم كبار يعني ويعني والاهلي نجوم الاغنيه الشعبيه وهو الاهلي ما بيشجعوش نجوم كبار. لا بيشجعوا نجوم كبار طبعا. هي دي الحقيقه. هو قال ما قالش حاجه جديده يعني. بس انت اهلاوي اهلاوي ده صميم ده العائله كلها اهلاويه. يعني الاهلي بتتعصب اذا ما كسبش يعني؟ لا 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 ما اتعصبش. عندي بس كريم ابني ممكن يضرب دماغه في الحيط. اكلمك جد والله. عندي ده بخاف منه ويعيط. يعني عندي كريم ابني يعيط يقول لك ليه اللي حصل يا عم طلع كريم بره ما هو بيعمل لك كده ليه ويعيط ويقلب الدنيا عشان لعبه ضاعت او حاجه يقول لك ده يمشي مش وحش وانا بقى خايف عليه. طيب